ولهذا أنا نوصي المصلين بعضهم الله يهديكم والله يصلح بالكم، إذا قمتم إلى الصلاة اطمئنوا في صلاتكم بالتكبير وبالقراءة وبالاعتدال وبالطمأنينة، هذه تعرف عند علماء الفقه بفرائض الصلاة. إنسان يحشم من ربه وإذا قال الله أكبر، قال لك العلماء قالوا الرجولة. شو هي الرجولة؟ أن تكبر تكبيرة الإحرام وأن تقف قائما معتدلا بين يدي الله، الله أكبر، هذا راجل. وإذا ركع بطمأنينة وسكينة، وإذا رفع كذلك الأمر، وإذا ما سجد، وإذا ما جلس، وإذا ما تشهد، وإذا ما قرأ، كله بتوأدة بطمأنينة بسكينة. يا جماعة عيبة، ما عندناش تحية ولا زكية، طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عيب، لا يليق بك، أحشم، لا يليق بك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نستعين، إياك نستغفر، والضالين قولوا آمنا بربنا وصدقنا من نفسك. والله اللي يحب ربي ويعبد ربي ويخاف ربي وعنده داير قدر للدين هذا، اللهم يصل لي هذه الصلاة. سمعنا احنا الامر من الله. هل يليق هذا بمسلمين؟ هل هذه هي الصلاة التي قال للنبي، قال النبي لبلال ارحنا بها، اروح نرتاحوا وقتاش؟ الله اكبر، سكينة وطمأنينة وراحة بال، خشوع وخضوع وذل بين يدي الملك الجبار. قال لك واحد العالم، واحد العالم قال لك يجيو يصليو، يجيو يصليو فيقول الله اكبر، ايه قال الله اكبر، قال لك اذا ما كبر هذا الجسد، قال لك جسده في محرابه يعني في مكان صلاته، وقلبه وين؟ قال لك وقلبه يسرح في بلاد الغفلة. السلام عليكم، كنت صلي، ايه كنت صلي، واش قريت في الركعة الأولى والثانية؟ والله غير نسيت. الله أكبر، وما قراش بالبقرة، قال يا ودي ضرب الأنعام ورحت له الآية، قرأ إذا زلزلتي وقرأ العاديات. السلام عليكم، ماذا قرأت في الصلاة؟ صليت والله غير نسيت، ألا والله غير بالي ما كان، ويضحك، يضحك، يضحك المسكين، يضحك، لأن قلبه بارد، قلبه ما هوش حامي، قلبه ما فيش الإيمان، ما فيش هذاك الحب لله، يقول والله غير نسيت، علاش؟ والله غير كنت بعيد، وقتاش تكون قريب؟ نهار نهزوك نديوك للمقبرة تولي قريب ثم، متى تكون قريبا؟ إذا لم تكن قريبا في صلاتك، في قيامك، في سجودك، يا شيخ كاين ناس، في الناس اللي فاتوا هذه ماشي حكايه قال هذيك الاساطير ولا كاين ناس والله العظيم غير تقطع كراحهم وهم يصليوا. انا عظمت لك ربي فوق المنبر والكلام هذا غير صحيح. وكاين ناس مضروبه بالسهم، بالسهم والدم يسيل. الحمد لله رب العالمين. قال له صاحبه علاه ما نوصنيش؟ رايحين يهجموا علينا، حرك لي النوض. قال له والله ما قدرت نقطع هذيك الصورة، كنت مشغول بالله. يا سي محمد، إذا لم تكن قريبا في صلاتك كنت تكون قريب أنت؟ فجسده في محرابه وقلبه وين؟ قلبه في بلاد الغفلة يسرح. مصيبة هذه. السجود، الركوع، رأيت شخصا ما كنتش نعس فيه، ربي يشهد أنا كنت قاعد في الجامعة، رأيت شخصا قلت له يا ودي كون صليت، قال لي علاه؟ قلت له هذه ليست بصلاة، قال لي واش أنت تحكم عليا وأنت شكون وصلاتي؟ لا 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 لا، أنا لا أحكم عليك، لكن صلاتك باطلة، باطلة باطلة. علاش عليك؟ صلي بتوأدة وطمأنينة، شغال الدنيا والله ما تخلص، ما تنتهي شغال الدنيا. قال لي انا 40 سنه وعبك، كاين ناس اللي عندهم شغل جراه في الاجابه،
قال لي أنا 40 سنة ونص لك ده، واحد ما قال لي شافني فلان وشافني فلان. هذه إجابة ساقطة. إذا صليت فاطمئن، وإذا ذكرت فاطمئن، وإذا قرأت بتوأدة، وإذا سلمت أجلس سلمت السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم وراك هارب وراك رايح بالعقل. جيب هذيك الأذكار وجيب هذاك الاستغفار وجيب هذيك الآيات اللي علمها لنا الرسول نقراوها بعد الصلاة اطمئنوا بالعقل يا عباد الله بالعقل. التسبيح والذكر والقراءة كل شيء في محله ساعة إذن إذا قلنا يا الله أجابنا وأعطانا سبحانه وتعالى.